شوفوا المصيبة الجاية. أحد الإخوان صور شركة بالوفرة تحفر الأرض وتدفن المخلفات، نتاج ورشتهم. هذه مصيبة ولا لا؟ هذه مخالفة للبيئة ولا لا؟ من الإخوان إلى الهيئة العامة للبيئة يتحققون، ومن البلدية يتحققون من هذا التقرير ويحق لهم الرد لأي طرف من الأطراف اللي يخصهم هذا التقرير. عطني التقرير يا جماعة. هذه شركة، شوفوا هذه المزارع الأخرى طريق 600، شوفوا كاسين وصخم وين، شوفون حافرين حفرة، شوف عند المحا هني طبعا سلام. شوف هذا جاني، ليش يكب انت وصخ مني؟ هذا وكب ولا هذا شيل؟ انا ها هذا مشكله، انا شيل ماك مشكله. انت ليش شيل هذا اللي يحط يكب؟ لا هذا كله قراب، هذا كله هذا قديم. اي هذا مزارع وفرة هني؟ لا هذا وزارع، هذا عرب، هذا بورا، هذا قديم، هذا كله هذا شيل، هذا ما إيه. ليش انت طريقة كذي قطي وصل؟ لا هذا يعني ما هذا رقم، انا نسيل. منو انت؟ منو يقول كلام كذي؟ لا انا شركة اقول هذا شركة يقول هذا ما يجي حضره مني، هذا سكر، هذا ما يجي، هذا سكر، هذا منستري بي، هذا ما يشيل، هذا خراب، هذا سكر ما يجي. هذا يلا شيل شيل هذا شيل شيل شيل، لا يكبي تراب. ها شيل يلا، انا كله شيل ماكم. يلا شيل يلا. يعني هذا العامل ما له خلق المخلفات هذه اللي نتيجة الورشة ما يبي يوديها المكان المخصص لها، يا بصاحب التراكتر قال احفر وندفن ومندرة. هالمواطن النزيه الشريف صورهم وبعثهم. المفروض هذه الشركة المختصة ما تخلي هالعمال ولا دقيقة ويتم معاقبتهم. المفروض الهيئة العامة للبيئة تتحقق من نوعية المخلفات اللي تندفن. المفروض البلدية الآن في هذه المنطقة تروح تعرف شنو دفن، شنو هبب، وش قاعد يدفنون، وكم موقع تم دفن فيه مخلفات. الموضوع مو سهل. تبي أنا يشيل شيل طبعا. تلقى يدفن من درى، ما حد درى. في